أعلنت إدارة الأوقاف السنية تحويل عدد من المساجد إلى جوامع بصفة مؤقتة خلال شهر رمضان المبارك، وستقام فيها شعائر صلاة الجمعة بدءا من أول جمعة من شهر رمضان. وبهذه المناسبة أكد الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فتيس الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية حرص المجلس على توفير كافة التسهيلات اللازمة للمساجد والجوامع التابعة للإدارة، وذلك للوصول إلى كافة سبل الراحة للمصلين لأداء فرائضهم بكل خشوع وطمأنينة.